ما جاوبتنيش انت عم تحب تمشي للاسبيرونس مكشخ انت في الصغرى ولا شنو بالضبط؟ والله الترجي جمعية كبيرة بصراحة، أي ملاعب بيحب يجي هذا يعني. بلاش دبلوماسية؟ لا والله ما والله تقول مكشخ والله ما عندي ولا حتى دبلوماسية، أنا ما عندي حتى متفاهمين مكشخة كبيرة اللي لعبت فيهم الكل نحبهم، اللي لعبت فيهم الكل نحبهم. رتبهم لي والله والله اللي لعبت فيهم الكل نحب سياسيس لاسبيرونس الرلوي بزمين. الرلوي الاولى رلوي انا الرلوي الاولى هذيك اللي صغري كل حطيته غادي نحب قلب كوين ايميل يا سلام الجمعيات انا مره فاتت حتى يسهلوني في مصر صدقني قلت لهم الترجي نحبه والزمالك نحبه والسياسيس نحبه. انا سمعت فاش في مداخله في مصر ام بي سي مصر ام بي سي مصر انا نحبهم هذوكم خاطر بصراحه شو مسلم انت كي تلعب في جمعيه ترى ولا تحسب لا مش تلعب ضد هذه لهذه تو كي تلعب السيزات ضد الترجي ما نحسب حتى شيء كي نلعب مع السيزات ضد نلعب مع الكلوب في ضد اي جمعيه ما نحسبش ما نحسب الجمله راني هذايا الحساب ما نعرفوش بايخن بدلك السؤال ماهوش راهو البارح تكون شجعت به البارح شجعت الترجي لا شجعت الترجي كي تلعب اليوم الاسبيرونس والسياسيس شكون يا اسلام نشجعهم الزوز خليه يربحوا مع بعض خليه يربحوا مع بعض ما تحبش تجاوبني معناها لا مش ما نحبش انا جمعيتي الام الرلوي راني نحب هذيك الاولى هذيك جمعيتي اللي خلقتني وهذيك صحيح فيها مشاكل قبل ومتاعب لكن جمعيتي تصور انت صغير اسلام صغر كل وتحب الكوره وهي اللي علمتك الكوره فما ناقص برجع حكايات هم اللي علموهم لك الرلوي هذيك جمعيتي الاولى ونحبها وان شاء الله يا ربي تطلع ان شاء الله وان شاء الله نساهموا معها في طلوع باللي نجموا باللي نقدروا والجمعيات هذوك نحبهم وخاطر لعبت فيهم ونحبهم فهمت باهي في 2015 كنت وقت جاي الزمالك استقبلت البعثه نتاع الزمالك لعبت كنت سياسي ولا هذه ما مشيتش علاش؟ هذه والله عندي ما نعمل والله مشكله مش استقبلت ولا ما استقبلتش المره هذه عندي ما نعمل ماهيش كيستيون استقبل ولا ما استقبلتش مش خاطر فما شكون اولها وقتها ولا حاجه ليه وقتها ما انا وقتها خاطر يا سليم عندي صحابي معناها فهمت تعرف وانت مهيب مهيب المذيع هذاك في الام بي سي مصر وقتها جاء وجاء شكون ولد مرتضى منصور امير وقتها زيتهم بالكهرباء نتاعي هزيتهم للصفاقس ومشيت معاهم الاوتيل وقعدت معاهم والمباراه هذيك راهي كانت شكليه راهي ماهيش كاف كان ذكر ياجي ما كانتش معناها وديجا سي اس اس ما لعبوش الكل ليكيب كامله خاطر سي اس اس خرجت والزمالك تعديت معناها كانت مباراه شكليه ماهيش مباراه معناها اللي فيها رهان كبير خاطر الزمالك تعديت وقتها ماهيش بالعكس انا هما صحابي وكل الناس كل صحابي.